درت شي حاجه بالنسبه للتك وبالنسبه للبلاص بالنسبه لهاد البلاصه هذه اللي ما دافعوا ما درت شي حاجه وعاد بالنسبه للطب النفسي لحد الان كنعيش وكنشوفه كنت اصغر مد عيني كنت كنتخيل هاد اللي كان كيدير ماشي غير انا بالنسبه ليدك المعلومه اللي مهمه ما كاينش واحد الشلل اللي يمكن نتخوفو منو ديال الصنعه ديالك كتحبو وهذا الشيء بالنسبه لك صحتك الصحيه هادو هادي شحال بقى عليهم هيك والقضيه غادي تكون منين غادي تحيدي تقطع لي راسك يدي ضربوني بالموس هو الاول ثاني راسك يدي وعاد بقاو غادي ليا وكضربو فيا ضربوني بالحكام ضربوني بالراس وخلاص ضربوني اوكي انا غادي نشوف حتى بعدا الراس وليت كنطيح وليت كنطيح بقى شعرت على راسي ما عرفتش واش ديك العمليه اللي جا كدير بقاو كضربوني ليها البلاصه اللي بقاو كضربوني ليها واش اوكي بحال بحال هذا تقريبا بقى غير شي غلط راس بحال هكا شكرا على الله شوف ما عندك خلاص حيدني شوف متعدد شكون هو اللي يحفظ ليكم واول شيء اللي يمكننا ان يخصو يدير له واحد البحث هو ما كاينش شي وحده فيكم حامي هذا هو الهاجز الاولاني خاص دار واحد الفحص فحص ديال الدم باش نعرفوا بلي ما كاين حتى فيكم حامي هذا شيء لازم ولا خصو يدار هو في اصغر اما بالنسبه للضربات اللي عندكم انت هذه ديال الشعر غادي نبقوها الان والادويه ديال اللي تبدا تشافي تقيدوها لك القضيه غادي تكون بها بالنسبه لي على الجرح اللي ناقص لا بدا ما تبعت يحيد الخيط ونشوفو خصني بعد ندير الترويض اللي يدير باش ترجع المهام ديالها هاد الضربات اللي عندك هنا حتى هما غير لي تخيل بالنسبة للجهاز التناسلي ديالكم لابد ما يكون واحد الفحص من عند طبيب مختص ديال النساء باش يعطينا الحالة ديال الجانب التناسلي ديالكم ولكن إذا درت شي حاجة فحص موحد هو أننا خصنا ناخذوا الاحتياط واليقين باللي أن حتى وحدة فيكم معها كيتسمى لو تيست كروس إذا كنديروا هادشي كله وطيح شي وحدة فيكم حامل غادي يكون الموقف ديالنا شويه صعب جدا بالنسبه للمعامله مع هذه الحاله واضح عندكم شي سؤال اخر هذا الشيء غادي تكتبوا به ما كاينش شي هذا الشيء اللي خيطتيه فين خيطتيه؟ هما ملزمين يعطيكم شهادة لأن الشهادة قد تعطى من عند الطبيب الأولاني وبالخصوص إذا كان في نطاق الحكومي وهاد الناس تقبطوا شحال كانوا سبعة؟
لا اللي يدخلوا عندكم الدار شحال من واحد؟ سبعة هما اللي يدخلوا الدار. ما عرفتيش واش كانوا في حالة طبيعية أم لا؟ هاد الشهاده الطبيه اللي خصكم تاخذوها بطريقه رسميه من اول مستشفى اللي بدا في العلاج. لا 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 خيرتي هنا بشعر. ما نفهمو حتى شي واحد غير كنقول لك الحق ديالك. فين مشيتي درتي العمليه كي خصك تاخذ شهاده. فهمتي؟ لان الشهاده ديالي بغيتي شنو نكتب الفوق انا كي بغيتي لكن خصك واحد الشهاده سكون ابيل سيرتيفيكا انيسيال. هذيك الشهاده الابتدائيه هي اللي كتعطي واحد النظره على الحاله ديالك. الا عطيتك دابا شهاده ودرتك باللي باغي ما بقى عندك والو. فهمتيني؟ دونك يخص الا عطيتك شهاده وسبحانك وتقادو باش غادي نعرف باللي انا وقع واحد العصبه. دونك اللي جرى العمليه في الاول كيخصو يدير هذيك الشهادة ابتدائي. دابا أنا كنحكم على الحالة اللي كنشوف أمامي الآن شنو هو الموقف. الحاجة اللي كتزعجني الآن أنكم ما تكونوش حامل. هذا هو رقم واحد، لأنكم بجوج معرضين أنكم في الفترة اللي كنتوا فيها يقدر لا قدر الله يكون شي وحدة فيكم حامل وخاص واحد الإجراءات خاصة بهذا الشيء. الشيء الثاني ديال الجلسة دي اللي عندكم ما كاينش شي حاجه اللي غادي نقول لكم الان خطيره، هي اللي ديرها هي اللي فيها واحد الجانب الخطوري ديال الحركه ديال يديها. نعم الخطوره الاولى انا قلتها لكم هي تكون حامل. الخطوره الثانيه هي اللي عندك الضربه في يدك. الخطوره الثالثه هي يمكنها الضربه بالطبع الجهاز التناسلي اللي كيخص طبيب اخصائي اللي ماشي في المهام ديالي نشوفو باش يعطي الموقف ديالو. كان خصكم يكون عندكم داك الشيء في الاول، اما بعد شهر تقريبا كل شيء تجبر كل شيء بغا كل شيء تشافى. ماشي نفس الشيء كيف ما كان الحال. الفحص ديالهم كيكون عنده واحد الجانب ايجابي على الحاله الراهنه الان. متفقين؟ نتكلفوا عليكم جوج باش نبداو اولا هذا العلاج ديال هذا الشيء اللي عندنا كيخصها تكون تنطفاتش على هذه خصوص على الجرح. وإلا اقتضى الحال على الطبيب ديال التناسلي خصو يشوفكم باش يعطي واحد. أما بالنسبة لهاد الخاص اللي عندكم على ما شفت في الصورة وعلى الحالة راه تقريبا نقولو 80% ديال ديك الزروقية بدات تمشي أو مشات. لأن الضربة الأول ماشي هي الضربة الثانية. إلا مشيت تخدي الصور ديال هادوك اللي عندك زرق دابا غادي تلقى تقريبا كلهم تحيدهم. كل اسبوع كيمشي الا غادي يتحيدو ما يبقاش، لان هذا كري سي دي زيكيموز ولا دي زيماتوم اللي مع الوقت كيحيد. تقطع لي عصافي كيضربوني في الراس هو الاول، عصافي بعد بقاو غادي ليا كضربو ليا كضربوني بحال اوكي. انا غادي نشوف حتى الراس ولي سقط طايح ولي تخلص طايح 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 فوق تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.